حضرتك شايف ايه اللي حصل بعد مرور عام الثورة؟ والله مش شايفين اي حاجة حصلت، مش اي جديد خالص غير الانتخابات بس. الانتخابات طب ايه اللي كان نفسك يحصل ومحصلش؟ لسه كان نفسنا يتعمل حكومة، كان نفسنا يتعمل رئيس بسرعة، دستور، الحاجات دي كلها يعني. مفيش أي حاجة حصلت بقالنا سنة بالظبط واقفين. لا هي في إيجابيات وفي سلبيات يعني من خلال العام اللي عدى دوت. الإيجابيات اللي هي إن إحنا شوية اتحررنا من الظلم اللي كان فيه. أنا شاب يعتبر عاصرت عصر مبارك، فكان في شوية ظلم واضطهادات واحنا مش عارفين نشتغل، مش عارفين نقبض، مش عارفين يعني مش عارفين نفتح بيت نستقر. دي من الايجابيات. السلبيات الموجوده ان لا بقى في خوف من البلطجه اللي انتشرت في البلد. ليه؟ عادي، عملت مشاكل كتير في البلد ومظاهرات كتير وعملت قلق جامد في البلد. يعني انت لو رجع بيك الزمن تحب الثوره تتعمل ولا ما تتعملش؟ تتعمل، بس لو هتحقق حاجة حلوة في البلد ماشي. ايه اللي نفسك حلو يتحقق؟ كل حاجة حلوة يعني، البلد تتعدل، واحد عدل يمسكها وينظفها و... طب حبيب شايف ايه اللي اتحقق في الثورة وايه اللي ما اتحققش؟ انا شايف ان يعني ربنا يسهل كده ان شاء الله الثورة ماشية الطريقة الصحيح، بس اهم حاجة ان محاكمة المخلوع تتم، هو المعاونين بتوعه طبعا، وبنتمنى ان رجال الشرطه يبقوا في خدمه الشعب فعلا مش الشعب اللي في خدمتهم. حضرتك شايف ايه اللي حصل في الثوره بعد مرور عام عليها؟ يعني الواحد بيتمنى بس ان الامور تهدى كده وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. بس حضرتك شايف ان الثوره ماشيه في طريقها الصحيح؟ ان شاء الله تاخد مجراها وتكمل.